هناك من يقول إن العالم أو طالب العلم غير ملزم بذكر الدليل إذا بدع أحدا من أهل السنة، ويجب على العوام أن يقلدوه في تبديعهم لهذا المبدع، فهل هذا القول صحيح؟ لا يقبل قول أحد إلا بدليل، لا يقبل قول أحد إلا بدليل، لا سيما في الأمور الخطيرة وهي تبديع أحد من أهل السنة. كيف يكون من أهل السنة ويكون يبدع؟ ما يكون من أهل السنة إلا إنسان سليم من البدع، لا يجوز هذا الكلام أبدا، وهذا كلام باطل. ومن بدع أحدا فلا بد من ذكر الدليل الدال على بدعته حتى يرى هل هو مبتدع ولا لا. نعم.